أخبار اليوم. البطولة مشارك فيها بحرين وعمان وتونس والسودان كذا دولة. لا جربت كذا يعني كذا سبورت وكده ودخلت الرماية عجبتني الرماية بس فكملت فيها لقيت نفسي كويسة يعني وتعلمت فكملت. لا ما فيش حاجة اسمها رجال وسيدات فقط وكده بس لا ليه برا مصر في البطولات الدولية بنات كتير قوي قوي يعني بتلعب فمش يمكن عشان في مصر بنشوفها كده بس ما يبقى أولاد. لا هي لعبة محتاجة تركيز عالي وهدوء وهدوء أعصاب يعني بس